تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الاول سريعا كده بحييكم الاول، و ثانك يو فور يور انترست في الابدومينال الترا ساوند. النهارده هتبقى محاضره، يعني مش محاضره، دي حاجه لذيذه كده، عباره عن طلباتكم اللي شفتوها المره اللي فاتت والحاجات اللي ما عدتش عليكم. احنا طبعا السونار علم غويط جدا 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 جدا، مش ممكن هنقول كل حاجة. احنا بنقول اهم حاجة، ولكن اللي احنا ما شفناهوش هنحاول ان احنا ناخد فيديوهات متواصلة، بحيث ان احنا اللي احنا ما شفناهوش في الثلاث ايام اللي فاتوا نقدر نبص عليه النهاردة. فهي ده السلايد الوحيد اللي في المحاضرة اللي انتوا طلبتوا، الباول ماسز. الباول ماسز دي تشمل سمول باول، تشمل كولونيك ماسز، تشمل اوسوفاجيال. واحد هيقول لي اوسوفاجيال في السونار؟ اوسوفاجيال نشوفه في السونار. الاومنتال باثولوجي في منتهى الاهميه، منتهى الاهميه، ما تقلش هنقوله. اومنتال اللي هي الاومنتال ديبوزيتس، ربنا عافينا جميعا، شيء في منتهى الخطوره، وبنقدر نشوفه بالسونار بسهوله جدا لو ركزنا فيه، برغم ان السونار واحيانا السي تي كان مس اومنتال باثولوجي. في دكتور طلب ابدومينال اورتيك انيوريزمز، هنقول الانيوريزم مع الفاسكولار كمان، شويه فاسكولار باثولوجيز كده. في واحد طلب اليورينري بلادر ليجنز والبروستاتيك ليجن. نبتدي بقى على طول لان عندنا فيديوهات جميله كتيره. قبل ما ابتدي الفيديو عايزين اقول لكم ده النورمال باول وول، النورمال باول وول ده في الالتراسونوجرافي وده في الاندوسكوبيك التراسونوجرافي. في الاندوسكوبيك التراسونوجرافي بنشوف لا مؤاخذه بنشوف 5 وول لايرز، 5 وول لايرز. احنا عندنا في الهيستولوجي احنا عارفين اربعه، ميكوزا، سب ميكوزا، ماسكيولوزا، وادفنتيشيا او سيروزا. لا، في الالترا ساوند الدقيق جدا بقى، لو الترا ساوند دقيق او في الاندوسكوبيك الترا ساوند اللي هو منتهى الدقه، الميكوزا دي ليها 2 لايرز، مش لاير واحده. اللاير البيضة دي اللي هي الميكوزال سيلز نفسها، السودة دي اللي هي الماسكيولاريس ميكوزا او كونكتيف تيشو كوريوم. يبقى اذا بيضة اللي هي الميكوزا، سودة الماسكيولاريس ميكوزا، بيضة التالتة دي اللاير اللي هي البيضة، السب ميكوزا السودة اللي هي الماسكيولوزا او الماسكيولاريس بروبريا، والخامسة السيروزا. يبقى ايه ده الوول لاير بتاع كل الجي اي، من اول الاسوفيجس مرورا بالاستومك والسمول باول والكولون لحد الانال فيرج، كله فورمد اوف الفايف لايرز دول. اكشولي انا بالسونار، لان ده دقيق جدا، ده الاندوسونوجرافي لانه لازق في الوول فبيشوفهم بدقه فظيعه، وبستخدم هاي فريكونسي فبقدر اشوف اللايرز القريبه كويس قوي. لكن السونار اكشولي بشوف ثلاثه منهم بس، بشوف الميكوز السب ميكوزا اللي هي البيضه، ودي اهم لاير اللي هي الماسكولاريس بروبريا، ودي السيروزا. اهميه ده ايه؟ ان طول ما انا شفتهم ويل ديفرنشيتد يبقى ده كلام جميل جدا. لو شفت انا الماسكولاريس بروبريا لاير ده، يبقى اذا مفيش انفلتريتنج وول ديزيز، لان لو في هنا مالجنسي بيبتدي انفلتريت اللايرز الرقيقه الرفيعه دي، فبيبتدي يبقى كلها وان لاير، حتى يسموها لوس of normal wall layer structure. ده النورمال، وده طبعا الهاوستريشنز واضحه جدا، اكيد انتوا لقطتوها من غير ما اقول لكم. ده الهاوستريشنز اللي موجوده، بتبقى كومبليت سيركولار في السمول باول وبتبقى انكومبليت في الكولون. تعالوا بقى نتفرج على السمول باول، ده اول فيديو هنشوف النهارده. ادي ماس، اللي هيشوف كده هيقول ايه سمول باول ايه وبتاع ايه ده، انا شايف ماس كبيره، ماس كبيره، شايف الماس دي، شايف الحته دي، كل دي ماس كبيره هتوصل 5 6 7 سنتي. طب ليه بتقول عليها باول؟ يبقى اهم معلومه تطلعوها من الباول ماس عشان تقول ان دي باول، لازم تبقى في السنتر بتاعها او في البريفيرال في جاز شادو. شايفين الابيض ده؟ الابيض ده جاز شادو. يبقى اذا ايكوجينيك لارج ماس وجواها جاز شادو، يبقى لازم وموجوده في حته فيها باول، يعني موجوده مثلا عند الامبلايكا ريجن، موجوده في الليفت هايبو، موجوده في كل مكان، ما هو الباول موجود في الناين ريجنز، يبقى في هذه الحاله افكر في باول ماس. يبقى مفتاح سر دياجنوزس اوف باول ماس هو الجاز شادو، زي ما قلنا 100 مره، والدكتور احمد مشكورا قال ان الجاز يبان ابيض لان في حاجه اسمها سكاترنج ويبان هيزنس. فالبياض ده اللي وراه هيزنس كده شويه، اللي وراه هيزنس خطوط سوداء هيزي كده ورمادي وكده، يبقى ده الجاز شادو. ده ما يميز الباول ماس، ويميزها ايضا وجود الفلويد. يبقى لو في جاز لوحده ماشي، لو في جاز وفلويد ماشي، اي باول
في فلويد وفي جاز، ده طبيعي. شايفين ادي تكمله الباول اهو، شايفين الحته من الباول دي فيها سواد يبقى فيها فلويد، يبقى اذا ماس وفوسطيها فلويد وجاس يبقى انا دخلت على طول في الايه؟ في الباول ماس. في ساعات كمان الاقي بريستالسيس بس غالبا ما بلاقيش، ليه؟ لان الانفلتريتنج ليجن بتضيع البريستالسيس. شايفين ادي دلوقتي اهي ماس كبيره قوي، شايفين، وادي اليومن اهو، واليومن بتاع الماس فيه نقط بيضاء، ده جاس وفي اسود يبقى ده فلويد، وفي فوران جوه، يبقى اذا ايه ده 100% باول ماس، نير 100%. نادر قوي قوي ان يبقى في ابسس وبجاس فورمنج اورجانيزم، لكن ايه اللي هيجيب ابسس في الحته دي؟ لما الاقي الحته دي وفيها جاس شادو يبقى 99% ده باول ماس. شايفين بقى اللاير الجميله اللي احنا شفناها قبل كده، شايفين اللاير البسيطه الحلوه الجميله الويل ديفرنشيتد، شايفين هنا بقت ايه؟ بعد ما كانت 3 مللي النورمال بقت ايه؟ بقت فظيعه، وصلت لسنتي و2 سنتي و3 سنتي. شايفين هنا ويز كومبليت لوس اوف وول لاير ستراكشر، مش قادر اميز الثلاثه نورمال لايرز اللي هم الساب ميوكوزا والماسكولاريس ميوكوزا والسيروز. يبقى اذا دي لارج باول ماس وسيجمنت طويله جدا، ودي واضحه حاله من الحالات السهله جدا، ولما الاقي سيجمنت طويله في السمول باول يبقى افكر ان هي تبقى لينفوما، لان الليمفوما تاخد سيجمنت طويله. الادينو كارسينوما يوجوالي بتاخد هوبا مثلا سنتي 2 سنتي وتلاقي قفلت اليومن على طول. واحد يقول لي طب دي سمول باول ولا لارج باول؟ اي كانت جادج. ليه؟ لان الوول لير ستراكشر راح، الاوستريشنز راحت، لكن انا اشوف الاناتومي. لو الاناتومي بتاعها along the transverse colon او descending او الاسندنج او السيجمويد، يبقى ده غالبا ممكن يبقى لارج وممكن يبقى سمول. انما لو لقيت عند الامبلايكال ريجن مثلا، يعني الليجن ده كان عند الامبلايكال ريجن، ما فيش كولون عند الامبلايكس، فاذا ده غالبا سمول باول. وانت كتر خيرك قوي انك تقول ان ده باول ماس، لان غيرك هيقول ذير از ان ابدومينال ماس ويسيب الدنيا سايحه. ابدومينال ماس دي هل ممكن تبقى بقى ريترو بريتونيال، ممكن تبقى بانكرياتيك، لكن لما لقيت الجاز شادو انسايد قدرت ايه تميز بسهوله جدا ان ده باول ماس. وبما ان هي عند الامبلايكس يبقى سمول باول، يبقى انت جميل جدا بالسونار انك تشخص سمول باول ماس. ده مثل اكزامبل جميل جدا لايه؟ لماس وجود الجاز شاد. واحد يقول لي اشمعنى دي باول ماس؟ اقول له لان في بياض هنا، لدرجه ان بعض الاحيان البياض ده يلخبطني في الكدني، لان الكدني برضه في نصها بياض اللي هو البلفيكاليسيال سيستم. فحتى تديك الباول ماس اللي هي المالجنانت باول ماس، ده كولون ماس. ليه؟ لان بين الليفر وبين الرايت كدني يبقى ده مكان الهيباتيك فليكشر اوف ذا كولون، ده هيباتيك فليكشر مالجنانت ماس. تديني باترن بتاع سودو كدني باترن، شوف دي النورمال كدني اهي ودي الماس اهي، الله ده شبه بعض. الكدني فيها شرطه بيضه في النص اللي هي البلفيكاليسيال سيستم، ودي فيها شرطه بيضه في النص اللي هي الجاس، لكن الجاس بيبقى فيه لمعان كده، بيبقى فيه لمعان لمعه كده، شايف الدنيا بتلمع وراء شادو اسود، صحيح هيزي لكن تقدر تميز. السهل قوي في التمييز انك شايف الكدني. واحد يقول لي الله دي سودو كدني، دي الكدني، لا دي مش الكدني، الكدني اهي. اذا كانت دي الكدني امال دي ايه؟ يبقى بما ان انا شفت اسرح بقى على النورمال كدني يمين او شمال، لو لقيتها يبقى ده مش كدني، ده سودو كدني باتر اوف ا مالجنانت ماس. فالفيديو ده انا بعتز بيه جدا، جميل جدا، لان موريك الترو كدني، ترو رايت كدني، والسودو كدني باترن اوف مالجنانت هيباتيك فليكشر كولونيك ماس. يبقى اذا سر الباول ماس هي وجود الجاز شادو انسايد. وده فيديو ثالث عشان نثبت الموضوع. شايفين ده باول عادي، ده باول عادي. ابتدت هنا يبقى فيه غريبه، الول بتاع الباول ابتدى يدخل شويه، مش عاجبني كده والدنيا مش ماشيه. شوف هنا بقى ابتدى الول يبقى ماركت لتيكند، وده الانتيريور ابدومينال وول، ده الول اوف ذا باول ماس، وهنا الانتيريور ابدومينال وول. شايفين هنا كوميونيكيتنج ويز ايتش اذر في الحته دي، يعني ده باول وول كان غريب جدا، كان عيان فيري ادفانسد، الباول انفيدنج ذا انتيريور ابدومينال وول ماسل، ودي غريبه جدا، كان سو اكستنسيف وكان العيان نيجلكتد. وشايفين هنا الجاز شادو بقى في الباول لوب اهي، ده المفتاح تشخيص الباول ماسز اللي هي الجاز شادو انسايد انفيدنج الانتيريور ابدومينال وول، وداخل شوف مالجنانت تيشو داخله جوه الماسل اوف ذا anterior abdominal wall، وده البارايتال بريتونيوم انفيدد ودخل جوه الانتيريور ابدومينال وول ماسل، فده ان اوبرابل او ايه بعد فيو فور كيمو ثيرابي.
حاجه تانية برضو نقطه الفت نظركم ليها، ان وانت بتكزامن الليفر انت مش بتاول حاجه بتشوف الماس، بتشوف اكزامينشن عادي. لو جوه الليفر ولقيت في ماس، ده شكلها ماس ويل ديفايند وشكلها مش مريح، شكلها تنفع ميتاستاسيز. لو انت لقيت ميتاستاسيز امشي بقى along the colon line، يعني امشي في الابيجاستريك ريجن بالعرض along the transverse colon، وامشي بالطول من اول الليفت هايبوكوندريوم لحد الليفت ايلياك علشان الديسندنج، وكذلك الرايت عشان الاسندنج، والرايت ايلياك فوسا علشان خاطر الايه، والرايت ايلياك فوسا علشان خاطر السيكم. هنا بقى بصينا لما مشينا شمال لقينا السودو كيدني باترن بتاع الكولون. ده ليه كولون؟ لان شايفين الجاسز هنا اهي، مفتاح السر جاسز هنا اهو، ودي شايفها دي تقول دي باول، دي اسف تقول دي كيدني، دي شكلها كيدني جدا. لا ده السودو كيدني باترن. طب تقول لي ليه دي مش الكيدني؟ جايز اكتوبيك، جايز ترانسفيرس لاي، جايز كونجنتال، مكانها غريب. لا انا رحت للليفت كيدني لقيت الليفت كيدني موجوده مكانها زي الفل، ودي كونتينيوس مع النورمال باول. شايفين ادي النورمال باول وبقى كونتينيوس مع السودو كيدني باترن، والليفت كيدني شايفها كويس. اي واحد يقول لي ما جاي السوبر نيومري كيدني، يعني واحد عنده ثلاثه كيدني ما شفتهاش في حياتي. لو الثلاثه كيدني بيبقوا اثنين كيدني لازقين في بعض، لكن مش ثلاثه سارحين كل واحده سيبريت عن الثانيه. تمام. دي فيري 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 رير، على مدى 30 سنه ما شفتش ثلاثه كيدني كل واحده مع بعض. لو في اثنين كيدني بيبقوا لازقين في بعض، وتلاقي دبل بلفيك كاليسيال سيستم حاجه زي كده. تمام. ده مثال بقى برضو للباول، مش كل باول ماس تبقى مالجننت. ده مثال لعيان كرون ديزيز، شايفين ادي اهو السر في الموضوع، ادي هنا باول كرون ديزيز، وعمل السمول باول ليجن ده فتح بساينس، شايفين ادي ساينس مع الانتيريور ابدومينال وول. فيديو جميل جدا عنده، ده ماسه اهي صغيره، ده كرونز ديزيز انفلاماتوري باول ديزيز. الحته وانت عارفين ان هو له سكيب ليجنز، يعني موجود في حته وسايب حته، حته نورمال وحته فيها ليجن، ده حته فيها ليجن اهي وفتحت بساينس وجاد ودخلت في الانتيريور ابدومينال وول، بدليل ان في هنا جاسز اهي وفي هنا جاسز. ليه؟ لان الهواء اتنقل من السمول باول من خلال الساينس للانتيريور ابدومينال وول. تمام. وده مثال نادر جدا برضه اجيبها لكم. اجيبها لكم ليه؟ علشان خاطر تعرفوا ان مش كل تيكند باول لوب ماركت لتيكند باول لوب. احنا عارفين الباول لوب الماكسيمم ثيكنس بتاعه 4 مللي، 4 مللي، لكن هنا في الاكزامبلز اللي شفناهم بقت 7 مللي و10 مللي و20 مللي و3 سنتي. فايه ده؟ شايفين هنا الوول اهو بتاع الباول جه الشادو انسايد، والوول ما تحسش ان في وول اير ستراكشر. شايف هنا؟ هنا هنا احنا كنا فاكرنا المنظر ده اللي بيشوفه اول ما نشوفه في السمول باول، وفي اسايتس زي ما انتم شايفين، شايفين في اسايتس اهي. المنظر ده يجي في ذهننا لينفوما على طول، لينفوما ربنا عافينا فيري كومن حقيقه، لكن من ضمن الديفرنشال دايجنوزس في الليمفوما هو الايزينوفيليك انترايتس. الايزينوفيليك انترايتس ده يعني اذا انتم معظمكم عارفين، واللي مش عارفه عباره عن حساسيه، عباره عن الرجي من نوع من الفود، بيعمل انفلاميشن في الول وبيعمل في الباول، يعمل بان كولايتس، يعني بياخد من اول الميكوزا لحد السيروزا. لما السيروزا تبقى انفليمد فبتعمل بورنج لفلويد ويجي باسايتس. وفي انتيتي ثانيه بس مختلفه تماما اسمها ايزينوفيليك اوسوفاجيتس، بتبقى واخده الميكوزا بس، لكن الايزينوفيليك انترايتس بتاخده الول كله، زيها زي كرون وزيها زي المالجنان ديزيز. يبقى اذا ايه دي، حبيت اقول لكم حاجه جميله او حاجه الملخص الباول ماس. لو انت مشيت على القواعد دي هتقدر تشخصها كويس قوي. في حد من المره اللي فاتت قال انا عايز اشوف الدايفرتيكولار ديزيز، طبعا نادر صعب، لكن السر في الموضوع ايه؟ السر في الموضوع ان اللي عشان تشوف الدايفرتيكولار اوف ذا كولون المفروض تحط البروب مكان، تحط البروب مكان الكومبلينت. يعني العيان دايما الدايفرتيكولار ديزيز بيبقى في السيجمويد والديسندنج، فبيبقى في الليفت ايلياك فوسا والليفت لامبر ريج، فهم دول الحتتين اللي هتركز عليهم قوي، اللي هو العيان بيشتكي منهم. العيان يقول لك انا عندي وجع دايما تحت شمال، لو تحت يمين بتفكر في زايده، في تحت شمال بتفكر في الدايفرتيكولار ديزيز. فانت بتمشي along the line of the colon اللي هو الديسندنج بقى من الليفت ايلياك فوسا لحد الليفت لامبر ليجن ولحد الليفت ايلياك فوسا، وكمان تنزل في السوبرا بيوبيك الميد لاين مطرح ما السيجمويد كولون موجود. سيجمويد كولون موجود في السوبرا بيوبيك اريا اللي هو الهايبوجاستريم و الايه الليفت ايلياك فوسا. تمام. بتشوف ايه بقى
وانت ماشي عند اللاين اوف ذا كولون لونجيتيودينال مش ترانسفيرس، بتشوف حاجات دواير كده وجواها ايه؟ بياض. البياض ده ايه؟ كلكم هتقولوا معايا سوري، البياض ده ايه؟ الابيض اللي جوه الدواير دي. برافو عليكم. اير، او ساعات تبقى فيك الماتر، يا اير يا فيك الماتر. شايفين الدواير دي وجواها بياض اهي، ادي حته بيضة اهي. ايه الحته البيضة دي؟ ممكن تبقى جاس شادو جوه الدايفرتيكولم، وده طبيعي لان الدايفرتيكولم ده اوت باوتش ولو ماوس جوه الكولون، فالهواء اللي في الكولون هيتنقل في الدايفرتيكولم. فده مثال، بس ده مثال سو اكستنسيف، يعني مثال كان واضح جدا، عيان كان فيري كلير، كان عنده دايفرتيكولا جامده جدا. لما عملت له بقى منظار كولون لقيت الدايفرتيكولا واضحه، يعني عنده بتاع ما لا يقل عن 30 40 دايفرتيكولا، شايفين مترصصين زي لمض الزينه. شايفين الفرح لما لمض الزينه تترص جنب بعضيها؟ ادي الكولون اهو. عرفت منين ان ده كولون؟ ادي الوول اهو، ماسكولاريس بروبريا لاير اهي السودا دي شايفينها، وبعدين ادي الجاس انسايد ذا ديسندنج كولون، وطالع منه اوت باوتشز ثلاثه مترصصين حوالين بعض جواهم اير. ده اللي بيخليك تقول ان ده باور ريليتد ستراكشر. ادي الماوس وذا دايفرتيكولم اهو، والاير من الكولون دخل جوه الدايفرتيكولم. ده نادره يعني مش بنشوفها كتير، ولكن تستحق ان انت تدور عليها. ده دايفرتيكولر ابسس. بقى دايفرتيكولر ابسس خلاص ما بقاش دايفرتيكولم زي اللي احنا شفناه قبل كده، ده قلب ابسس، قال حاجه كده هيتروجينس ايكوجينيك، فيها بريك داون، وممكن تلاقي فيها شويه فلويد كولكشنز هنا، وبعد مرور الايام هتلاقي ايه. والمفتاح السر ادي الجاس اللي انسايد، شايفين الجاس؟ جاس انسايد واحد من الدايفرتيكولم ده، الماوس بتاعه اتقفلت، ممكن تكون بذره جوافه ولا اي حته اكل، خلاص بقى كلوز سبيس وجواه اورجانيزم ممكن قوي 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 يقلب بابسس. يبقى ده مثال لدايفرتيكولر ابسس، زي ابسس عادي جدا بس جواه اير، جواه اير يبقى يا اما كوميونيكيتنج مع الكولون والاير اتنقل له مع الكولون، او جاس فورمينج اورجانيزم. لو جاس فورمينج اورجانيزم تبقى خطيره جدا، دايما الانفكشن بجاس فورمينج اورجانيزم ده از فيري جريف سيتويشن، بيعمل ماركت سيبسيميا وبيبقى فيري اجريسيف، ولازم انتنس انتيبيوتكس، او في بعض الاحيان لازم نتدخل سيرجيكال. نشوف بقى حاجات جميله جدا. انا نفسي حتى مثلا انا اشتغلت سونار 30 سنه لحد 15 سنه وانا ما بشوفش الاسوفجس. في ال 15 سنه التانيين كان في محاضره ثبتوا فيها لوكاس جراينر ربنا يمسيه بالخير، وثبت قوي على الاسوفجس وقال ان احنا ممكن نشوف الاسوفجس، وفعلا بنشوفه. نشوفه فين بقى؟ يبقى نجيب ميدل لاين اللي هو الستيب 1. فاكرين المحاضره بتاعت ستيب 1 لما بنجيب الاورطه؟ فاكرين. وطالع منه سيلياك اكسس، فاكرين. يروح سبلينك ارتري ناحيه يمين الصوره يعني شمال العيان، يبقى رايح ناحيه السبلين، فاكرين. والهيباتيك ارتري، فاكرين. وده السوبيريور ميزنتريك اللي تحتيه ارتري، فاكرين. وده الاورطة. طيب الاسوفيجاس بيقع فين بقى؟ بيقع في الابر، قدام الابر موست بارت اوف ذا اورطة، مش الانفيريور فينا كيفا، لان الاسوفيجاس شمال والاورطة شمال. فالاسوفيجاس قدام الاورطة عند الليفت كوبيلا اوف ذا دايفريم. يعني الاسوفيجاس هو التريانجل اللي ما بين الليفر قدامه، وبعدين بعد كده الاورطة وراه، وهو واقع عند الليفت كوبيلا اوف ذا دايفريم. يبقى ده الجزء الانترا ابدومينال بارت اوف ذا اسوفيجاس، واللي فوق الدايفريم ده الثوراسيك اللور ثوراسيك بارت اوف ذا اسوفيجاس. تمام؟ ادي الماسكولاريس بروبريا لاير بتاعت الاسوفيجس. فاكرين لما قلت لكم من الباول من اوله لاخره عباره عن 3 لايرز في السونار و5 لايرز في الاندوسونوجرافي؟ 3 لايرز والسونار اهمهم هو الماسكولاريس بروبريا. مشكله بقى العيان ده ان انت ممكن في بعض الاحيان تتلخبط وتقول دي مش اسوفيجيال ماس، دي ليفر. كل العيانين اللي عندهم اسوفيجيال ماس جايين على ان هي ليفر ماس. تعالوا نشوف بقى الفيديو ونشوف اللخبطه جت منين. ادي الاورطة اهو، سوبيريو ميزنتريك ارتري سيلياك اكسس، وادي الايه الاسوفيجاس ماركتلي دايليتد. ده مش نورمال اسوفيجاس، النورمال اسوفيجاس الاقيه حاجه بسيطه صغيره قوي، حاجه بتاع كده نص سنتي في سنتي موجوده في الحته دي، دايره صغيره وجواها اير. لكن شوفوا هنا ماركتلي دايليتد، وادي الوول ثيكند، وادي اليومن اللي جواه. ولو لاحظنا كده ممكن نلاقيه ان هو كوميونيكيتنج مع الاستومك، ده الانفيريور فينا كيفا مالناش دعوه بيه، ودي الكيدني مالناش دعوه بيها. احنا لما نجيب الاورطه يبقى جبنا الاسوفيجس، عشان نجيب الاسوفيجس لازم نجيب الاورطه.
العيان ده انا ريكوردنج ان في ماركت دايلاتيشن اوف الاسوفجس فور ابر اندوسكوبي، وكتر خيرك قوي. ليه؟ لان ممكن الدايلاتيشن ده يطلع اكاليزيا اوف ذا كارديا، بيبقى الاسوفجس لي ماركت دايليتد. اكاليزيا طبعا كلنا عارفين هي سبازم في عند الكارديا، فبالتالي في بور ريلاكسيشن، فبالتالي كان في اسوفجيال اوبستراكشن. صحيح هي بتفتح كل شويه، ولكن معظم الوقت متشنجه، معظم الوقت سباستيك، فعشان كده بيبقى في ماركت اسوفجيال دايليتيشن، ولكن ما هياش الوول ماسكولاريس بروبريا بيبقى واضحه جدا جدا. ودلوقتي بيعملوا لها بقى بايم والزملاء بقى الوقت ما بقاش العلاج زمان عمليه، بقى الوقت ممكن اندوسكوبيك مانجمنت. بس انا كتر خيري قوي ان اقول ان في ماركت دايليتيشن اوف ذا اسوفجس فور ابر اندوسكوبي، والعيان ده كان عنده ديسبيبسيا وما بياكلش كويس واللقمه ما بتنزلش، فان انا انبه الدكتور ان لا بعد اذنك اعمل ابر اندوسكوبي عشان تشخص ده كويس قوي. ده برضو عيان اخر، ولكن ده عنده بقى جاستريك كارسينوما. ربنا عافينا جميعا، الجاسترو اسوفاجيال كارسينوما فيري كومن، برضو ده نفس الحكايه. عشان نجيبه ده عشان نجيبه لازم نجيب الاورطه اهو، والابر موست بارت اوف ذا اورطه، وده الليفر، وبعدين ده الديستال اند اوف ذا اسوفاجس. شوف هنا متلخبطه جدا، واحد يقول لي ديستال اند اوف ذا اسوفاجس دي شكلها ليفر، ده شكلها ماس. العيان ده كان جاي متشخص ان عنده ماس في الليفر. طيب الماس في الليفر شكله كده فعلا، وجاي بسونار بيقول ان انا عنده ماس في الليفر، واعتقد ان العيان ده كان جاي عشان ياخد اف ان اي او بايوبسي من ماس في الليفر. اللي لفت النظر ان جوه الماس دي لقيت فيه بياض الاير اللي هو مفتاح السر. شايفين ادي الاير اهو، شايفين البياض ده؟ ايه الماس اللي جواها؟ سام اير دي الليفر، الليفر ماس المالجنت. ايه اللي هيدخل جواها؟ هواء. فايه لما قعدت ادور كده وانا مايندد بالاسوفجس، لقيت ان دي تنفع قوي اسوفاجيال ماس. ولو تلاحظوا هنا هتلاقي دي الماس هنا، لكن الاسوفاجيال اليومن متصل بالجاستريك اليومن، تقدر ان انت تكومينيكيت الاسوفاجيال اليومن اهي بالجاستريك. شايفين ادي الاستومك اهي، وبعدين عندنا اهي شويه نقط بيضه صغيره صحيح، لان خلاص اليومن بقى اوبليتريتد بالماس، لكن الاقي نقط بيضه دي لافته للنظر. وليه الماس دي كومينيكيتنج مع الاستومك؟ طبعا لازم تبقى انت مايندد ان انت تقدر تشوف الاسوفاجس بالسونار. الناس هتستغرب قوي تقول لك اسوفاجس بالسونار. انا كنت مستغربه بقالي 15 سنه ما بشوفهاش، لكن 15 سنه الاخرين لما سمعت المحاضره، ودي فائده ان الواحد يسمع خبره غيره ويسمع اللي شاف اكتر منه. فبقالي 15 سنه ابص على الاسوفاجس كويس قوي، بالذات لو الكومبلينت بتاع العيان ديسبيبسيا او 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 الى ما ذلك. دي طبعا الابندسايتس باعتبار ان احنا نحطها من ضمن الباول. الابندسايتس عشان اشوفها لازم ايه؟ هي تبقى عند الليفت الرايت، اسف، الرايت اليوسوس ماسل. ادي الرايت اليوسوس ماسل في الرايت ايلياك فوسا، ادي الرايت اليوسوس ماسل، تمام. وبعدين ابتدى بقى في هنا ليجن اهو، والسر في الموضوع الخط الابيض اللي في النص ده، يعني الابندكس لما بتبقى انفليمد وسولنج جواها اير. ما الابندكس ده جزء من السيكم، يعني طالع من السيكم، والاير بتاع السيكم موجود جوه الابندكس، بس الوول ماركت بيثكن. المفروض الابندكس العادي بيبقى صعب استبيانها، النورمال ابندكس صعب جدا ان احنا نشوفها. ليه؟ لان الوول ثين وجواها اير، فايه صعب ان انت ايه تفرقها من السمول باول. ولكن لما بتبقى ثكن كده موجوده في الرايت ايليك فوسا وتلاقي ستراكشر زي ده وجواه اير، يبقى لازم تفكر في وموجود في الرايت ايليك فوسا عند الاليو سواس ماسل. وطبعا هنا الكلو بقى فور دايجنوزس انك تضغط بالراحه قوي كده جراديويتد بريشر وتشوف هل بتفضي ولا لا. لا مش هتفضي، لو باول عادي سمول باول هيكولابس، وفي نفس الوقت هيبقى فيه تندرنس عنيف، في العيان هيتالم جدا. فيو كان سجست ابندسايتس، وانا انصحك انك ما تقعدش تقول ذير از ابندسايتس، هتقول ذير از لما تيجي بقى تقول زي ما الدكتور احمد مراد قال لنا ذير از ان ايكوجينيك ستراكشر ان ذا رايت ايلياك فوسا at the anatomical site of the appendix with gas shadow inside suggesting inflamed appendix mounting to formation of appendicular mass. تمام؟ نيجي بقى نتكلم على الكلام المهم جدا. الكلام ده ممكن زي ما الاسوفاجس ما اعتقدش ان ناس كتير كانت بتشوفه بالسونار.
لكن لما انت بتركز عليه تشوف كويس جدا، وبتبقى عبقري سونار، لانك بتجيب حاجات طبعا نادره الاسوفجس. يعني انا شفت في حياتي ثلاث اربع حالات في 15 سنه من ساعه ما ابتديت اركز في الموضوع ده، ولكن لما بتجيبها بتوفر عليها حاجات كتيره جدا وبتتميز عن غيرك. الاومنتم مهم جدا. ليه الاومنتم مهم؟ لان عيانين كتيره جدا بتيجي باسايتس. اي اسايتس؟ احنا متعودين ان اسايتس مينز ليفر سيروزس. اي اسايتس مينز ليفر سيروز، صحيح ده في 90% من الحالات، ولكن في 10% هارت فيلير يعمل اسايتس، نيفروتيك سيندروم يعمل اسايتس. ده الجنرال كوزس، ونيوتريشنال والرجيك نادرا، ولكن في لوكال كوزس اوف اسايتس. في التي بي ما بنشوفهاش كتير صحيح، لكن موجوده. وفي الاكثر بقى اللي هي مالجننت ديبوزيت في الاومنتم اللي والبريتونيا، اللي هي اشهر برزنتيشن ليها اسايتس. يعني تقريبا نير 100% من حالات الاومنتال ديبوزيتس اللي انا شفتها معاها اسايتس. طيب تعالوا نشوف الحاله دي اهي. طيب واحد يقول لي الاومنتم بنشوفه فين؟ الاومنتم ده عباره عن بريتونيال ريفليكشن، ده مش ريترو بريتونيال، ده انتر بريتونيال ستراكشر، عباره عن تو لاير اوف بريتونيال فولد. تمام؟ موجود من ليفت اب تو رايت داون، يعني موجود من اول الليفت هايبوكوندريام ونازل على الامبلايكس ونازل على بدايه الرايت ايلياك فوس، يبقى من اب ليفت لداون رايت. احط البروب هنا لونجيتيودينال او اوبليك شويه وابتدي اعمل في كل الدايركشنز. سهل جدا في وجود الاسايتس ان انا اجيبه. ادي الاسايتس اهو، الاسود ده فوقه وتحتيه، وادي هنا شايفين دماس، بس دي حاله واضحه قوي حقيقه. ادي الاومنتم اهو، وادي الاسايتس، وادي الاسايتس اللي قدامه واللي وراه، وادي الانتيريور ابدومينال وول. واحد يقول لي طب ليه مش سمول باول؟ ليه الاومنت، ليه انت بتقول لي ان الحته دي اومنتم ما جايز سمول باول؟ اقول لك لا، الاومنتم ما فيش جواه اير. شايفين ده السمول باول، الحته دي هي السمول باول، دي السمول باول، لكن دي ما فيش جواها شادو. شايفين هنا ما فيش جواها شادو انسايد، زائد لو عملت باور دوبلر هتلاقي جواها فيها بلاد فيسلز. ده مثال للاومنتال ديبوزيتس. ادي الاومنتم اهو واضح جدا. شايفين هنا هناك الديبوزيت في الفيديو الاولاني كان واحد كبير وسوليتري، دول بقى مالتيبل ديبوزيتس اللي سموها اومنتال كيك، ديبوزيتس كتيره قوي قوي. وشايفين ادي اسايتس فوق واسايتس تحت، وادي اللي انا بقول لكم عليه ده ايه؟ اومنتم. طب ده ايه؟ ده ايه؟ باول، لان جواه جاز شادو اهي. ده ايه؟ باول باول باول. يبقى اذا اقدر انا الى حد كبير جدا اميز الباول من الاومنتم. ده الاومنتم اهو وده الباول. الباول ما فيش فيه اير اطلاقا اطلاقا اطلاقا، اسف، الباول فيه اير جدا جدا، وده ما فيش فيه اير. يبقى ركز معايا، لان مفتاح السر كله في المحاضره دي انك عشان تقول باول ريليتد سمثينج دور على الاير، عشان ايه تعدد موقفك في انك لاقي، في انك تقول ان هو باول. ده مش باول، لا لا ده اومنت. الباول اهو، وادي السمول باول، وادي السمول باول. تعالوا نكمل. جميل جدا، ادي لوب سمول باول، لوب سمول باول، لوب. انا في الوقت في الليفت هايبوكوندريال ريجن، وشايفين المالتيبل ماينوت ديبوزيتس. يبقى ده يميز للاومنتم. تعالوا نشوف الحاله الثالثه دي. جميل برضو، جميله جدا لينا ان احنا نشخص، لكن للاسف العيان مرض لعين الاومنتال ديبوزيتس، حتى الاستجابه للكيمو ثيرابي سيئه. ادي هنا وادي هنا اهو، تمام، وادي ادي ادي الاومنتم هنا. هنا الاومنتم الثيكنس بتاعه بنقيسه من اول هنا لحد هنا، لو زاد عن 10 15 مللي، يعني فوق 15 مللي، لا ده فيري اب نورمال. العادي بتاعه ان يبقى 10 مللي، لو زاد عن 15 مللي لا ده كبير قوي. شايفين من اول هنا لحد هنا اللي هو الانتروبوسيريور دايمتر. الاومنتم هنا ماركتلي ثيكن هيتروجينس. يبقى اذا الاومنتال ديبوزيت ممكن تبقى على هيئه سنجل سوليتري ماس، ممكن تبقى على هيئه نيوميرس ماينيوت ماسز، ممكن تبقى على هيئه markedly thickened omentum with heterogeneous texture، ولكن يجمع الثلاثه دول ان almost always في ascites قدامه ووراه، ودايما تلاقي الباول هنا المنظر كده، تلاقي الباول وراه مش قدامه. وده اخر مثل بقى كده علشان خاطر ايه، يبقى شفنا جميع ان البتاع ده omentum اهو، ادي الاومنتم اهو، شايفين تيكن ده اهو، وادي الباول وراه اهو اللي فيها جاز، شايفين التيبيكال جاز. هنا بقى ضفنا حاجه في الفيديو الاخير، ان انا ما عملت باور دوبلر
لقيت في فاسكليتشر عالي. واحنا عملنا سيريز لاف ان اي سهل جدا في الاومنتم، سهل جدا انك تعمل اف ان اي، النيدل بتخش من هنا وتخش الباور سنسيتيفيتي عاليه جدا لان الاومنتم بيبقى دنسلي انفلتريتد بماليجنان سيلز، فسهل قوي. يعني الاومنتم اهميته لما تلاقي اسايتس وبعدين عينيك تسرح على الليفر تلاقي الليفر نورمال، السيرفس نورمال. طب ازاي السيرفس نورمال والليفر مش سيروتك وفي اسايتس والعيان ما هوش هارت فيلير، الانفيريور فيناكيفا والهيباتيك فينز ما هماش كونجستد، والكيدني معقولين والعيان ما عندوش بروتونوريا يبقى مش نفروتك. طيب يبقى امال الاسايتس دي ايه؟ يبقى لازم عينيك تسرح على طول اشهر تو لوكال كوزز اوف اسايتس اللي هي التيبيركلس بريتونايتس و المالجنانت انفلتريشن اوف ذا بيريتونيوم، سواء برايمري تيومر اللي هو ميزوسيليوما اللي بتاع الاسبستوس بتاع مصانع الاسبستوس، او الاكثر بقى اللي هو ديبوزيتس من برايمري، والاشهر برايمري هو الايه الاوفري في الفيميلز. عشان كده لو لقيت اومنتال ديبوزيتس احتمال تطلع ميتاستاسيز، اسرح على طول لو فيميل على الاوفري هتلاقي في اكثر من 90% من الحالات اوفيريان تيومر. والغريبه انك تلاقي الاوفيريان تيومر او تيوب اوفيريان تيومر تلاقيه صغير قوي نص سنتي سنتي وعامل لك فضيحه في الاومنتم، ماسز هنا واومنتال تيكند واسايتس تنس، وتلاقي البرايمري ليه؟ لان كل ما التيومر بيجي بيبقى ديتاتشد او بيبقى ديبوزيتد في البريتونيال كافيتي ويروح على الاومنتم، ربنا يعافينا جميعا. لكن ممكن يجي من الاستومك وممكن يجي من الكولون، ولكن اشهر برايمري للاومنتال ديبوزيتس هو من الاوفرز. تعالوا بقى نشوف حاجات ممكن نشوفها مره واحده في العمر او في الدنيا. ده عيان عنده ميوسينس نيوبلازم، ده الاومنتم، شايفين الاومنتم وشايفين الاسايتس، شايفين الاومنتم بقى ايه؟ وحش، عباره عن طوبه، عباره الابدومن ده عباره عن طوبه، طوبه فيري هارد ماس تقريبا اوكيوباينج الهول ليفت سايد والامبلايكال والرايت سايد اوف ذا بيشنت. ده ميوسينس نيوبلازم عنيف جدا، عرفناه ميوسينس لان لما جينا نشفط عشان نشخص ونعمل اف ان اي لقينا ميوسينس ماتيريال جامده جدا، وده اللي بيسموه سودو ميكزوما بريتونياي، بيبقى غالبا تيومر في الابندكس وبعدين بيحصل له رابشر وبيسبريد للبريتونيال كافيتي، مناظر غريبه جدا. ده منظر ده انا شفته مره في حياتي واللي قبليه برضو، ولكن الماتش مور كومن اللي بنشوفه هم الاربع خمس فيديوهات الاولانيه اللي احنا لقينا فيهم ايدر هيتروجينس اومنتم ماركتلي تيكن او مالتيبل ماينوت ديبوزيتس في الاومنتم او سنجل ديبوزيت. تمام، خلصنا الاومنتم، نخش على الفاسكولار ليجن. كان حد من الزملاء الافاضل طلب الابدومينال اورتيك انيوريز، انا مش هتكلم عليه من منطلق الدوبلر، احنا انت دلوقتي مش راجل بتشتغل دوبلر، انت بتشتغل ابدومين، وكتر خيرك قوي انك تقول ان في ابدومينال اورتيك انيوريز. المفتاح السر في تشخيص الانيوريزم ان دلوقتي الاورطة المفروض يبقى اوسع حته فيه هي اعلى حته، يعني الابدومينال اورطه بيبتدي عند الدايفراجماتيك هايتس، المفروض ده اوسع دايامتر، والمفروض يحصل فيري فيري مينيمال جراديوال تابرنج، يقل في الدايامتر كل ما انت نازل. ليه؟ لان كل ما فيسل بيطلع بياخد جزء من الدم، فالاورطه بيصغر يصغر يصغر جراديوالي جراديوالي لحد ما يجي تحت الامبلايكاس بسنتي ونص تو ذا ليفت، تحت وتو ذا ليفت، ويتفرع للايلياك الرايت والليفت ايلياك وبعدين اكسترنال وانتيرير. لو لقيت حته ديستال اوسع من الحته البروكسيمال يبقى ده غريب، يبقى دي اكتاتيك. المفروض انك كل اريا ديستال اضيق من البروكسيمال بتاعها، يعني لو جبت سيجمنت ده اللي قبليها اللي فوقيها يبقى اوسع واللي تحتيها يبقى اضيق، اي سيجمنت في الاورطه ده. لا تعالى بقى نشوف الاورطه دي، ده بقى اورطه غريب شويه، ده الاي في سي رايت فنجين. شايفين بقى الاورطه هنا بقى اهو، ابتدى بقى ايه بقى حاجه غريبه الاورطه، كلكم هتلقطوه لان ده انيوريزم واضح جدا. سوري معلش، ده الاورطه واضح، ده الاي في سي تمام، وده البورتال فين، وادي الاورطه اهو. شايفين هنا الاورطه ازاي الديامتر بقى قد ايه؟ بقى الديامتر واسع قوي اهو، شايفينه اهو الديامتر بتاع الاورطه بقى واسع جدا اهو. الكمبيوتر حساس شويه فكل ما بضغط بيقلب اهو، شايفين اهو ادي الديامتر، ادي الاورتيك انيوريزم اهو. لما اقيس الديامتر من اول هنا لحد هنا هيبقى اوسع من اول هنا لحد هنا. يبقى انا قال ايه؟ وفي مقاسات مهمه بقى في الاورتيك انيوريزم، يعني يستحسن انك تقولها اللينس بتاعه والويتس بتاعه
والديامتر بتاع اليومن اللي لسه ما حصلوش ثرومبس تطرحهم من بعض يطلع الثيكنس بتاع الميورال ثرومبس. يعني دي ميورال ثرومبس اهي وميورال ثرومبس اهي، وده اليومن اللي لسه ما اتقفلش واللي لسه فيه كالر فلو دوبلر، وده اللينس اوف ذا انيوريزم، وده الانتروبوستيريور دايمتر او الويث اوف ذا انيوريزم، وده الديامتر بتاع البيتنت اليومن، وده الديامتر بتاع الميورال ثرومبس. طبعا ده هتبعته بقى يعمل سي تي انجيو او يعمل ديديكيتد دوبلر، لكن كتر خيرك انك تعلق عليه، ده مهم جدا لان ممكن عين يكون بدال ايكنج ابدومينال بينز، ونفتكر بقى الجول بلادر وبتاع، وده الترانسفيرس اكسس بتاعه واضح جدا اهو، وادي الميورا ثرومبس دايره كامله اهي، وده اليومن هنا. يتبقى بقى انك لازم تعمل دوبلر اخر حاجه عشان تتاكد انه 100% انيوريزم، انك لازم تعمل دوبلر يكون فيه كالر فلو واضح جدا، هو نفس العيان وادي الكالر فلو دوبلر موجود جوه اهو، يبقى اذا ده شور انيوريزم. يبقى لازم تابلاي دوبلر عشان تتاكد 100% لا يطلع في الاخر ريتروبريتونيال ماس شيفتنج او اندنتنج او بتاع الاورطه ويبقى فيه لخبطه، لا ده فيه كالر فلو اهو واضح جدا. ده مثال لابدومينال اورتيك انيوريزم تاني. تمام، انا مش هتكلم بقى، هسيبكم انتوا تقولوا. واضحه جدا شايفين هنا اهو، ده اوضح من اللي قبليه كمان، شايفين الدايمتر واضح قوي هنا، هنا مش هتلاقيه، هنا اوسع من هنا، هنا ضيق او مش ضيق، هنا نورمال وبعدين هنا وسع قوي، وبعد يبقى ايه، يبقى ده ابدومينال اورتيك انيوريزم، وبعدين ده الايه، ده لازم تعمل كالر فلو دوبلر علشان تقدر تقول ان ايه، ان ده 100% شور 100% شور اورتيك انيوريزم. ده بقى حاجه برضو ايه، انا بجيب حاجات نادره كده النهارده، احنا يوم يعني يوم جميل كده بنقلب البتاع ده، عيان كان اورتيك انيوريزم وبعدين ركب جرافت، شايفين الجرافت، بس للاسف حصل هيماتوما كبيره حوالين الجرافت، ولو ان العيان ده ما اشتكاش لان الجرافت شغال، ولكن واضح ان في ليكج من اول الجرافت او من اخره، بحيث عمل هيماتوما حوالين الجرافت. طبعا الهيماتوما ده شيء ما هوش مظبوط لان ممكن سكندري انفكشن وتحصل مشكله، ولكن في الاخر الجرافت هو ايه، في الاخر الجرافت شغال كويس، يعني في كالر فلو انسايد، فالعيان ده ما عندوش اسكيميا ولا حاجه، ولكن حصل ليكج خفيف هنا فاتعملت هيماتوما، سواء اثناء الابلكيشن بتاع الجرافت او سواء بعد كده. وده بقى برضو ترانسبلانتد رينال ارتري انيوريزم، احنا عارفين الكدني المزروعه بتبقى موجوده في الرايت ايدياك فوسا، شايفين هنا ادي الكدني اهي المزروعه اهي، وهنا انيوريزم عنيف جدا في الترانسبلانتد رينال ارتري، الارتري بتاع ترانسبلانتد كدني، والكالر فلو دوبلر واضح. تعالوا بقى نتفرج على حاجات فاسكولار برضو بس مش انيوريزم، انا لقيتها بالمره قلت ما فيش ليه ما نتفرجش عليها. ادي البورتال فينا اهو واضح جدا وداخل جوه الليفر وفي ثرومبس واضحه جدا. انا كنت بتفرج دلوقتي من ستيب 3 اللي هي ستيب اللي عند الليفر دياجونال، البروب اوبليك، بروب اوبليك رايح ناحيه الرايت اكزيلا اوف ذا بيشنت، وبعدين انا دلوقتي قمت داخل انتركوستال، طلعت بقى فوق انتركوستال، برضو بورتال فين واضح جدا ان هو كله في ايكوجينيك ستراكشر، يعني حتى من غير دوبلر واضح جدا ان هو في ايكوجينيك ستراكشر. ادي بورتال فين اهو، صحيح الدايمتر بتاعه زايد لكن كومبليتلي اوبليتريتد باي اثرومبس، وبعدين بعد كده زياده في الاحتياط، لازم ابلاي الدوبلر طبعا عشان نتاكد ان الايه، ان هي ثرومبس فعلا ثرومبس وفي كولاترالز حواليها. طبعا المنظر ده انا اقول لك 99% ده هيباتوسيلر كارسينوم. طبعا البورتال فين ثرومبوزس ممكن يحصل كهايبر كواجول ستيت ويز نورمال ليفر، مظبوط، وممكن يحصل في ليفر سيروزس من غير اتش سي سي، ولكن في 5% 10% بس، اكتر من 90 95% من البورتال فين ثرومبوزس اللي بيحصل في سيروتيك ليفر بيبقى نتيجه ديفلوبمنت اوف اتش سي سي. يبقى لو ليفر سيروزس حصل فيه بورتال فين ثرومبوزس، دور على الهيباتوسيلولار كارسينوما، لان الهيباتوسيلولار كارسينوما بتعمل هايبر كواجول ستيت فبتعمل بورتال فين ثرومبوزس. ده طبعا اتش سي سي حتى من غير ما اقول لك واضح
جدا، شايفين الهيتروجينيتي اللي موجود في هنا في الليفر ده، طبعا واضح جدا ان هو اتش سي سي وعمل بورتال فين ثرومبوزس. ساعات البورتال فين ثرومبوزس يعمل لي كولاترالز، هنا بقى منظر جميل جدا للكولاترالز اللي في ليجامنتم تيريز. ليجامنتم تيريز زي ايه؟ عباره عن الليفت امبليكال فين في الايه في الامبريو، لما الامبريو بيتولد الليفت امبليكال فين ده بيتحول الى حاجه اسمها ليجامنتم تيريز. ليجامنتم تيريز ده واصل ما بين الليفت برانش اوف ذا بورتال فين لحد الانترو انفيريور اسبكت اوف ذا ليفر، وبعدين يطلع في الانتيريور ابدومينال وول دياجونال لحد ما يروح للامبلايكس، حتى يسموه بارا امبلايكال فين. طول ما احنا ما عندناش بورتال هايبرتنشن يبقى ايه ده؟ عباره عن ليجامنت فايبرس وقاعد في حاله زي الفل. لما يجي في بورتال هايبرتنشن يبتدي البريشر يعلى هنا، فعايز يجد مخرج، يبقى يحصل ريكانالايزيشن او ري اوبننج اوف ذا فينز انسايد ذا ليجامنتم تيريز in the veins inside the falciform ligament اللي هي البارا امبلايكال فين، لحد ما تروح للامبلايكس، وعند الامبلايكس يحصل ايه؟ تتحد مع السيستميك فينز بتاعت الانتيريور ابدومينال وول. يبقى ده كوميونيكيشن ما بين البورتال سيستم اللي عند البورتال فين من خلال الليجامنتم تيريز فالسيفورم ليجامنت بارا امبلايكال فينز لحد الامبلايكس، وبعدين من السيستميك يروح الانتيريور ابدومينال وول يروح السيستميك. يبقى ده بورتو سيستميك انستموزس، اللي هو لو بقى اكزاجريتد قوي يعمل حاجه اسمها كابوت ميدوسي. تمام، ادي ترومبس اهي جوه البورتال فين، عايزين نهرب من الموقف ده، فابتدى يبقى ليجامنتم تيريز يبقى ريكانلايزد اهو، وادي الانتيريور انفيريور اسبكت اوف ذا ليفر. ولو مشينا بالبروب بقى، نمشي في البروب ناحيه الامبلايكس، يعني البروب هنوجهه بايدينا نبص على الامبلايكس ونروح لها واحنا ماشيين بالبروب. شايفين ادي كولاترال زي ماشيه، دي خرجت بلا الليفر خالص ومشيت في الانتيريور ابدومينال وول وواصله هنا لحد الايه، شايفين كل دي كولاترال وصل لحد الامبلايكس، عشان نبقى ايه شور ان ده فاسكولار. هنحط كلر هنلاقي ايه، شايفين الكولاترالز هنا اهي جميله جدا وكبيره جدا وواخده كلر، جايه من الليفت من البورتال للليفت بورتال في الليجامنتم تيريز، وبعدين رايحه كولاترالز كولاترالز. شوف انا نازل وموجه ناحيه الامبلايكس، رحت للامبلايكس اهي شايفين، دخلت بقى من هنا على الانتيريور ابدومينال وول ووصلت للامبلايكس. ولكن العين ده كانش عنده كابوت ميدوسي، لو كان شفته في مرحله ثانيه كان ممكن قوي تبقى ايه وصلت للكابوت ميدوسي. تعالوا بقى نشوف اخر حاجه في الفاسكولار، معرفش الدكتوره امل فتحي كانت قالتها لنا ولا لا، اللي هي اسمها بورتال فين كافرنوما. هتسمعوا اللفظ ده بورتال فين كافرنوما او كافرنوماتس ترانسفورميشن اوف ذا بورتال فين، دي ليها اهميه قصوى. ليه؟ صحيح ده بورتال فين ثرومبوزس لكن فيري اولد فيري كرونيك، لدرجه ان من كتر ما هو كرونيك البورتال فين كان فيه ثرومبس الاول، بعد سنه سنتين ثلاثه 10 هتبتدي الثرومبس دي يحصل لها اورجانيزيشن وبعدين فايبروزس، والفايبروزس يكونتراكت، فالبورتال فين يتحول من بورتال فين واسع جواه ثرومبس الى بورتال فين ضيق عباره عن فايبرس تيشو. يبقى اذا الكافرنوما دي تقول ان البورتال فين ثرومبوزس ده فيري بيناين، لان العيان المالجننت بورتال فين ثرومبوزس زي الحالات اللي شفناها قبل كده مش هيعيش 5 6 7 10 سنين عشان يعمل لي بورتال فين كافرنوما. فبورتال فين كافرنوما ده معناه كرونيك بورتال فين او ديو تو كرونيك بورتال فين ثرومبوزس، اشهرهم اللي هي وهو المولود بيتعمل امبلايكال كورد بيتعب بمقص مش نظيف، يبتدي فيه اورجانيزم يروح للامبلايكال فيسلز، وزي ما قلنا احنا الامبلايكال ليفت امبلايكال فين بيروح كوميونيكيشن في الاخر مع الليفت بورتال فين لسه قايلينه دلوقتي، فالاورجانيزم يروح للليفت بورتال فين يحصل ليفت بورتال فين فليبايتس ثرومبس اورجانيزيشن فايبروزس وينتهي بورتال فين كافرنوما. بورتال فين كافرنوما ده عباره عن تريات، اول حاجه فيه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي اتينيويتد بورتال فين، بورتال فين اتينيويتد مش لاقي بورتال فين، كلها ستراندز كده ايه دي، وبعدين كولاترز كتيره قوي، ما لازم احل المشكله، عندي بورتال فين ثرومبوزس هديفلوب كولاترز حوالين البورتال فين عشان اتغلب على الثرومبس دي، وبعدين بما ان في كولاترز كتيره كل كولاترز ليها وول انتيريور وبوستيريور، فبتلاقي الحته دي فيها بياض من كتر الوولز اللي فيها زي الهيمنجيوما كده، الاقي ايه فانكريز ريفلكتيفيتي از بورتا هيباتس اتينيويتد بورتال فين اند ليش يعني حزمه اوف كولاترالز اراوند ذا بورتال فين، بدليل ان انا لما ابلاي دوبلر للمره الثالثه والعشره وال50 عشان فاسكولار دايما يوز الدوبلر، مش ضروري تعمل بارامترز بس على الاقل شوف واخده كلر ولا لا، دي جميله جدا شايفين
بورتال فين شايفينه؟ لا اتنيويتد فايبروز، في كولاترالز، في كولاترالز كتيره، الحته دي بيضه شويه بيضه شويه نتيجه الكولاترالز الكتيره، ولكن هو الاساس بتاعه اتنيويتد بورتال فين ويز مالتيبل كولاترالز اراوند. ده اللي نسميه كافرنوماتس ترانسفورميشن اوف ذا بورتال فين او بورتال فين كافرنوما، مينز كرونيك اوبليتريشن اوف ذا بورتال فين مينلي اثناء الولاده بايه سيبسز في الامبليكال كورد او الهايبر كواجول ستيت بقى اللي هي كرونيك اللي هي الحاجات الكرونيك اللي هي بقى الانتي فوسفوليبيد سيندروم والسنشال ترومبوسايتوزس والمش عارف البوليتايثيميا روبرافيرا وبتاع الحاجات واللوبس انتي كواجولانس كل ده والبروتين سي وبروتين اس ديفيشنسي وفاكتور مش عارف ايه بتاع ايه حاجات هيماتولوجي بقى احنا سيبنا الهيماتولوجي ده من زمان. اخر بقى حاجه في الفاسكولار ده عيان كان عنده انفيريور فينا كيفا بقى مش بورتال فين ورينال فين ترومبوزس، ادي الانفيريور فينا كيفا اهو وادي البورتال فين اهو وادي ترومبس اهي جوه الانفيريور فينا كيفا، والترومبس دي للاسف جت عند الحته بتاعت الانسرشن بتاعت الرينال فين، فرحت انا على الرايت رينال فين لقيت الرايت رينال فين ترومبوز، وشايفين الكدني بقى الكدني اللي هي لما الاقي فيه رينال فين ترومبوزس تبقى الفين الكدني كونجستد، الارتري شغال عمال يضخ دم بس الدم مش قادر يرجع تاني للاي بي سي، فالكدني تلاقيها ماركتلي كونجستد. الماركتلي كونجستد كدني دي تبان على هيئه كانها اكيوت رينال فيلير، شايفين سوولن كدني بروميننت بابيلي ايكوجينيسيتي زادت سنه، وشايفين بقى هنا اهي شايفين فين بقى ادي بورتال فين اهو شايفينه اهو ادي بورتال فين ايكوجينيك خالص اهو شايفينه ادي بورتال فين اهو وادي البرانشز بتاعته كلها ايكوجينيك، يبقى ده إيه اسف مش البورتال رينال، يبقى ده الرايت رينال فين اهو ترومبوز اهو وادي البرانشز بتاعته والكيدني اكيوت سوولن، فده وان باثولوجي انفيريور فينا كيفال ثرومبوزس extending to the insertion of the renal veins، وده لو unilateral ما بيحصلش مشكله في الكرياتين، لكن لو bilateral renal vein thrombosis هو ده اللي بيعمل acute renal failure لو bilateral. تعالوا بقى للجزء الثالث بتاع المحاضره، جزء لذيذ ولطيف، اليورينري بلادر ما قلناهاش، تعالوا نتكلم عليها شويه. ادي اليورينري بلادر اهي شايفين وادي بوليب اهي، يبقى ايه اول حاجه طبعا عشان تكزامن اليورينري بلادر لازم يعني يبقى مليان، مالي اليورينري بلادر ما لهاش حل كولابسد هتخبي 100 باثولوجي. ده الرايت بتاع العيان كعادي، ده انا بحط البروب ايه بقى ترانسفيرس ترانسفيرس سوبرا بيوبيك على طول فوق البيوبيك بون احط ترانسفيرس واعمل تيلتنج شويه او اعمل انكلينيشن شويه عشان اقدر اشوف اليورينري بلادر، فلما ابقى انا ترانسفيرس هنا هيبقى ده الانتيريور ابدومينال وول وده البوستيريور تمام، وهيبقى اللي ناحيه الليفت البيكتشر ده الرايت سايد اوف ذا اي بيشنت وده الليفت سايد اوف ذا بيشنت، ليه؟ لان انا ترانسفيرس ترانسفيرس هنا زي ما اتعلمنا في اول محاضره لما ابقى ترانسفيرس هيبقى ده انتيريور بوستيريور رايت ليفت، لو انا لونجيتيودينال هيبقى ده برضو انتيريور بوستيريور بس ده هيبقى سوبيريور انفيريور، لا انا ترانسفيرس البروب هنا محطوط ترانسفيرس يبقى ده الرايت وده الليفت، يبقى ده الرايت لاترال وول اوف ذا يورينري بلادر. عند الانسرشن اوف ذا يوريتر المفروض الرايت يوريتر جاي كده والليفت يوريتر جاي كده تمام، يبقى دي غالبا هل دي بقى عند والمميز فيها شايفين فيها فاسكولار اكتيفيتي يبقى ده فليشي تيشو ده مش بلاد كلوت، واحد يقول لي طب ما ليه ما ده جايز بلاد كلوت العيان عنده هيماتوريا وحصل بلاد، لا ده فيها فيسل زي شايفين الحته الكلر ده فيها فيسل واه هنا بقى ابتدت اليورين جاي من هنا، لا يبقى دي مش ساده اليوريتر قوي، شايفين اليوريتر الصغير ده ما اعرفش لمحتوه ولا لا مش مسدود بدليل ان كان في كلر جاي من الايه من ايه كلر جاي من اليوريتر. ده بقى الثاني كان بوليب تحت هنا بقى بوليب فوق في الدوم اوف ذا يورينري بلادر، ده يسموه الدوم الحته دي اللي هي الدوم اوف ذا يورينري بلادر، ده البروستيك يبقى ده ميل وفي ماس اهي بس ده الدوم ناحيه الليفت شويه، يعني هنا ترانسفيرس اليورينري بلادر لازم تبقى تكزامن ترانسفيرس تمام، يعني هي في الدوم ادي ماسة اهي في الدوم اوف ذا يورينري بلادر تمام، انا بحرك البروب فهي الماس نفسها مش بتتحرك انا بتتحرك من نتيجه حركه البروب وعامل انكلينيشن عشان اقدر اشوف اليورينري بلادر وادي ماسة اهي. اليوريتر دي مالهاش دعوه باليوريتر خالص بقى، اليوريتر بيجي هنا في الايه في البوستيريور بارت اوف ذا يورينري بلادر، هنا ده اليوريتر الشمال تلاقيه هنا واليوريتر اليمين تلاقيه هنا زي ما هوريكم حاله جميله جدا في الاخر اللي هي يوريتريك ستون، ودي برضو اكزامبل اوف يورينري بلادر ماس، دي طبعا القسطره القسطره الفولي البالونه البالون بتاعه الفولي كاسيتر
موجودة هنا وللأسف مزنوقة في وسط ناس عنيفة جدا. واحد يقول لي برضو ما جايز دي بلاد كلوت، أقول له لا مش بلاد كلوت، شايفين الباسكولار اكتيفيتي هنا اهي، فيها باسكولار اكتيفيتي اهي، مديني كلر فلو. ما دام اداني كلر فلو يبقى ده حتة فليشي، ده فليشي فايبل اورجان، بدليل ان في بلاد فلو. البلاد كلوت او الهيماتوما عمرها ما هتدي كفاسكولار اكتيفيتي. تمام، يبقى ده مثال لليورينري بلادر ماس. ده بقى الاثنين سوا، سوري، ده مثال للاثنين سوا، ماس عامله هيماتوما، شايفين ادي الماس هنا. ليه بقى؟ ليه قلت ان انا عليها ماس؟ قلت عليها ماس لان فيها كلر فلو، انا ما عملتش كلر دلوقتي لكن هي كان فيها كلر فلو. ثانيا العيان وهو نايم على ظهره المفروض لو ده بلاد كلوت تلاقيها هنا في الحته دي زي ده، يعني ده بلاد، الحته اللي هي دي اللي واخده هوريزونتال ابر ليفل ده بلاد، ودي ماس ودي مش بلاد كلوت. ليه؟ لان لو بلاد كلوت المفروض تنزل تحت تعوم في وسط البلاد هنا، او لما اخلي العيان ينام على جنبه الشمال المفروض دي تتحرك هنا تبقى هنا. يبقى اذا الفرق بين الماس والبلاد كلوت دي مهم جدا. انا فاكر مره حد من الزملاء كان بيقول لي من المسالك انه بتشخصت ماس ومش عارف ايه، فتحوا اليورين بدل ما لقوش حاجه خالص، قلت له يبقى دي كانت بلاد كلوت والعيان خرجها. فاذا مهم جدا انك تفرق ما بين الماس والبلاد كلوت. اولا الماس فيها اكتيفيتي زي العيان اللي فات، فيها كلر فلو دوبلر. الماس بتبقى في الديبندنت اريا، لو العيان نايم على ظهره تبقى المفروض راكنه على تحت على البوستيريور. الماس لما حرك العيان، انا شايفه دي على الرايت سايد اوف ذا رينري بلادر، يبقى العيان ينام على الليفت الاقيها اتحركت الناحيه الثانيه. لو الماس هنا يبقى العيان ينام على الرايت الاقيها اتحركت الناحيه الثانيه. يعني الكلوت از فريلي موبايل هاز نو فاسكولار اكتيفيتي، والمفروض تبقى في الايه؟ في الديبندنت اريا اوف ذا يورينري بلادر. زي دي بالظبط اهو، دي مثال صارخ جدا للهيماتوما. في واحد تاني يقول لي البلاد كلوت ممكن عيان يبقى عنده رينال ستون فوق في الكدني والبلاد نازل في اليوريتر هينزل في اليورينري بلادر، اهو ده مثال صارخ. ليه؟ لان في الديبندنت اريا شايفين عيان نايم على ظهره راكنه تحت، الحته اللي فوق دي فيها يورين هي دي راكنه تحت. نمره اثنين عندها هوريزونتال نيرلي هوريزونتال ابر ليميت. نمره ثلاثه ما فيش فيها باسكولار اكتيفيتي. يبقى لازم تبقى حريص عشان ما تقولش دي ماس يفتحوا عليها سيرجري وفي الاخر ما يلاقوش حاجه او يلاقي بلاد كلوت. يبقى الفرق بينهم واضح جدا وصريح. ده مثال لليورينري بلادر ستون. طبعا ده فيديو مفروض بعد كده تبقى انتوا سهل جدا ان انتوا تقولوا لوحدكم. تمام، الستون خلاص فهمناها، تلاقيها بيضه قوي ووراها خطوط سوداء اهي. تمام، ودي وسبب، وعرفنا السبب اليورينري بلادر ستون ايه، البروستات اهي، شوف الستون وراها بوستيريو شادو جميل ازاي. ولما العنان ينام يمين شمال الاقيها ينام شمال الاقيها اتركنت هنا، ينام يمين الاقيها اتركنت هنا، فريلي موبايل. وادي اليورين ايكوجينيك اهو، وادي الميديان لوب، ده عنده عين اوبستراكتد يورينري بلادر اللي هي بلادر نيك اوبستراكشن من البروستات، فاستجنيشن اوف يورين، فالاستجنيشن اوف يورين ينفايت ايه يورينري ستونز في اليورينري بلادر. يسموها ده دي نوفو، دي نوفو يعني من اساسها في اليورينري بلادر، طالعه من اليورينري بلادر مش طالعه من الكيدني ونزلت في اليورينري بلادر. وارد كده وارد كده، الله اعلم. لكن وجود البلادر نيك اوبستراكشن يقول ان قد تكون الستونز دي نوفو. تعالوا بقى نشوف الرايت يوريتريك ستون. احنا قلنا اليوريتر بيجي هنا كده اهو، وانسرت في البوستيريو لاترال بارت اوف ذا يورينري اسبيكت اوف ذا يورينري بلادر بلادر يمين وشمال. ده رايت يوريتريك ستون. يبقى ادي اليورينري بلادر اهي، واضحه جدا اهي، وادي السيمينال فيزيكلز اهو. تمام، وادي البروستات اهي بانت، وادي السيمينال فيزيكلز، وهنا اليوريتر اهو، شايفين اليوريتر اهو، شايفين في ستون صغيره قوي. واحد قال لي يعني انت في كل عيان بتقعد تدقق وتعمل وتبص؟ انا هنا ببقى ترانسفيرس، بس لما اشوف الستون في الرايت يوريتر بعدل ايه، بعمل اوبليك شويه، ما بقاش بيور ترانسفيرس، ببقى اوبليك شويه عشان ابقى along the line of the ureter. واحد يقول لي انت كل عيان بقى هتقعد تشوف لي الحته دي وتحسوك، ده احنا مش هنخلص. اقول له لا، العيان ده بالذات لازم اعمل كده. ليه؟ لان انا شايف رايت هايدرونفروزس، هو ده العيان رايت هايدرونفروزس. كل 100 عيان هيجي لي 3 4 عندهم هايدرونفروزس او 5 سواء رايت ولا ليفت. لو لقيت رايت يبقى لازم انزل بقى مع اليوريتر، يبقى انا شخصت له هنا بقى، وفرت عليه انه يعمل اي في بي. كان زمان بيعملوا اي في بي، دلوقتي بيعمل نان كونتراست يورو نان كونتراست سي تي من غير انترافينس كونتراست، وهاي ريزوليوشن وسبايرال، وبتبقى جميله جدا، وايه حلت مكان المزعج الاي في بي المزعج. ده احنا خلاص، احنا قربنا على الانتهاء. ده برضو البروستيت اللي كان عايز بروستيت، ده ميديان لوب
of the prostate, indenting الميديال لوب هو اللي دايما اللي بيعمل مشاكل ولا بيعمل بلادر نيك اوبستراكشن. واحد يقول لي دي اللي مش يوريناري بلادر ماس لان هي كونتينوس مع بقيه البروستيت. انت بتعرف اذا كان ده ميديان لوب ولا لا؟ هتلاقي الميديان لوب كونتينوس مع ايه البروستيت. انا كده بغير وضع البروب، بحاول اشوفها من كل الجوانب، ببتدي ترانسفيرس وبعدين ابقى اوبليك ولونجيتودينال وبعدين ارجع ترانسفيرس تاني. فده مثال لهايبرتروفي ميديان لوب اوف ذا بروستيت، ودي بقى مثال لبروستاتيك كارسينوما ادفانسد. بروستاتيك كارسينوما ادفانسد ادي بروستيت اهو، وبعدين الميديان لوب بقى انلارجد، وبعدين بقى ايه قلب لايه لماس كبيره واخده الرايت لاترال وول، وغالبا دي بتبقى عامله رايت يوريتريك اوبستراكشن. فيعني ده مثال بروستاتيك كارسينوما انفيدنج ذا يورينري بلادر الرايت لاترال وول اوف ذا يورينري بلادر. تمام، تعالوا بقى ناخد ده اخر سلايد. سلايد فاني جدا ومضحك جدا وكان موقف غريب، بس ده يعني العيان ده انا معتز بيه جدا لان مش هشوفه في حياتي انا تاني ولا حد فيكم غالبا هيشوفه، لكن لو شافه هيبقى مفيد جدا لانه يحل قضيته. ده عيان غريب جدا كان مراكب قسطره، ادي اليورينري بلادر اهو، والوول بتاع اليورينري بلادر ماركت ديتيكند. المفروض علشان تقيس الوول بلادر وول اليورينري بلادر اسف اليورينري بلادر وول لازم العيان يبقى شارب ميه، لان لو اليورينري بلادر كولابست هتلاقي الوول فولسلي ثيك. لا لازم يبقى لو زاد عن 5 6 مللي يبقى ده سيجنيفيكانت. لا ده سيجنيفيكانت جدا لان هو تالي ده اكتر من 12 13 مللي. لكن مش هي دي القضيه، القضيه بتاعتنا ان هو كان مركب قسطره، جم يشيلوا بقى القسطره دي المبسم بتاعها اتسد. يعني انت عارف ان القسطره اليورينري اللي هي قسطره البول، يعني قسطره البول الفولي كاسيتر بتاعت قسطره البول بيبقى ليها سايد برانش كده سايد تيوب، بحيث انك بتحط السرنجه فيه وتسحب الميه اللي جوه البالونه. جوم يحطوا كده ويسحبوا الميه مش راضيه تتسحب ولا البالون عايزه تفضى، وطبعا مش هيشدوها بالعافيه والا تحصل رابشر يوريثرا. فدي حلها ايه؟ هيفتح بقى ويقعد يشيل البالونه. بعد ما يفتح كان حل لطيف جدا مع دكتور المسالك، مع الزملاء بتوع المسالك، عشره بتاع اكتر من 30 سنه مع المسالك والكدني. فايه فكرنا ان احنا نحط سباينال نيدل من بره، من كان احنا بناخد عينه، بس احنا مش هناخد عينه، نخش في النيدل سباينال او شيبه نيدل رفيعه قوي، نخش ونفرقع البالونه وبعدين نشدها. فهو ده اللي عملناه فعلا. هتلاقي النيدل داخله من هنا اهي، فين 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 النيدل، هتلاقيها جايه من هنا اهي اهي، النيدل اهي داخله اهي، وهوب فرقعنا البالونه والميه، وبعد كده خلاص البالونه فرقعت. وبعدين بعد ما فرقعنا البالونه طلعنا بالنيدل، وبعدين بعد كده خلاص هنبتدي نسحبها من بره. ده بقى النيلاتون بس بعد واتسحبت اهي خلاص، لا لسه موجوده. هنشدها بقى من بره من البولساتيك يوريثرا، نشدها عادي منها، هتلاقيها طلعت معانا عادي خالص بعد ما البالونه فرقعت. ده حاجه فاني كده، احتمال ما نقابلهاش قبل كده. بقى اهي البالونه دلوقتي سحبناها، مش البالونه، البالونه فرقعت، القسطره سحبناها. فكانت حاجه فاني، كنا مبسوطين يعني ان احنا وفرنا على العيان. وادي النيدل اهي لسه موجوده اهي، احنا اطمنا ان احنا شلنا خلاص وبعدين شلنا النيدل. طبعا انا سعدت جدا بيكم في هذا الكورس بصراحه.